أسرار وحقائق مذهلة وصفات غريبة ومعلومات أول مرة ستعرفها عن تزاوج الإبل أو تزاوج الجمل أو تزاوج البعير. تعيش الجمال ضمن قطيع يقوده ذكر مسيطر، وعندما تصل ذكور الجمال لسن البلوغ تطرد من القطيع لتكون قطيعا خاصا بها. تتواصل الجمال فيما بينها عن طريق إصدار مجموعة متنوعة من الأصوات مثل التغاث والأنين والتأوه والنفخ والهدير والهمهمة. كما يمكن للإبل التواصل عن طريق لغة الجسد، ويكون ذلك بتحريك الذيل أو الرأس أو الرقبة أو الأذنين بطريقة معينة. فعلى سبيل المثال يدل لف الذيل على الظهر على الخضوع، وتحيي الجمال بعضها بالنفخ على الوجه. تعرف الكثير عن أسرار تزاوج الإبل وحقائق مذهلة وصفات غريبة ومعلومات أول مرة ستعرفها عن تزاوج الجمل، تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير. كما أن قناتنا تدعوكم إلى الانضمام إلى عائلتها، وذلك بالاشتراك في القناة ودعم المقطع باللايك، وشكرا للجميع. السلام عليكم محبي الإبل ومربيها الإنسانيون الحقيقيون، فيديو جديد وهذا تحت الطلب العديد من الإخوان والأخوات، وتحية خاصة لملك الإبل وتجار الإبل وكل من يعشق الإبل وكل من يرعى الإبل وكل من ينظر إلى الإبل، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. عشر الأحبة الكرام، الجمل حيوان مثير للاهتمام، سريع الانقياد، مسالم جدا، ونادرا ما يظهر العداوة، ولكنه يغار على أنثى ولا يسمح لأحد برؤيتها أثناء التزاوج، وإن أحس بوجود من يتجسس عليه ورآه فإنه يتآر لعرضه وهو يشعر ويتألم كما تتألم باقي المخلوقات. يعتبر الجمل أو البعير من الحيوانات التي تتزوج في كل عام، وخاصة في فصل الشتاء يكون موسم التزاوج، حيث تكون الجمل في تلك المرحلة في حالة هيجان، ويحاول الذكر أن يحصل على الأنثى بصورة منفردة بعيدا عن مرأى الحيوانات الأخرى. كما أن الإبل أو الجمل أو البعير يمتاز بسلوكيات عادة ما تكون عنيفة أثناء موسم التزاوج، حيث يمكن له أن يتنافس مع باقي الذكور بصورة تشير إلى سلوكيات عدوانية. وفي حال الحصول على الناقة الأنثى يحاول ذكر الإبل أن يقوم بعملية التزاوج بصورة منعزلة بعيدا عن أعين الآخرين، فإذا رأيت جمل يريد التزاوج فابتعد عنه لمصلحتك. وعادة ما تكون ذكور الإبل في غاية العدوانية أثناء عملية التزاوج، وترفض رفضا قاطعا أن يقوم أحد بالاطلاع عليها أثناء عملية التزاوج، فهي تشعر بالغيرة والغضب، وقد تظهر سلوكيات غير مسؤولة في تلك الحالة، وعادة ما تمتاز بالعنف وقد تصل إلى القتل. فالإبل من الحيوانات التي تشعر بالغيرة الكبيرة على شركائها، وترفض أن يقوم أحد بالاطلاع على خصوصيتها، وتقوم بإلغاء عملية التزاوج إذا شعرت بضرر بضرورة. إذا كنت من عشاق الإبل ما تنساش تشترك في القناة وتدعم المقطع بلايك وشكر.